أهلا بكم، كيف حالكم؟ هل تتذكرون قصة المرة الماضية؟ نعم، الطفلة كانت تائهة. اليوم سيظهر صديق يساعدها. ألا تتساءلون عن هذا الصديق؟ واو، نعم، هذا هو صديقنا. واليوم مع التطلعات حول أحداث القصة، هل ننطلق في رحلة مع صديقنا الجديد؟ في هذا الوقت، ظهر طفل لطفلتنا التي تبكي وسألها: ما الأمر؟ لماذا تبكين وحدك هنا؟ وأجابت الطفلة: كنت ألعب أمام البيت ولكن تهت، أريد أن أرجع إلى بيتي. قال لها الطفل: حسناً، لا تقلقي كثيراً، سأساعدك. هيا نبحث عن البيت معاً، نستطيع أن نجده بالتأكيد. وهنا توقف بكاء الطفلة. اليوم سنرسم الطفل، وكالمرة السابقة سنرسم الوجه دائرياً، ثم سنرسم معاً شعر الطفل. بالاختلاف عن شعر الطفلة، شعر الطفل يكون بارزاً للجانب قليلاً. نرسمه هكذا بخطوط مدببة، ثم نرسم الأذن بدائرة صغيرة هكذا. بعد ذلك نرسم ملامح الوجه. الحاجبان يتم رسمهما بشكل محدب، أما بؤبؤ العين فنرسمه بشكل دائري صغير، والأنف هكذا، والفم أيضاً كما رسمنا الطفلة منحنياً ومبتسماً للأسفل. أما الرقبة نرسم مربعاً صغيراً هكذا، والجسم كما رسمنا المرة السابقة. ثم نرسم الكتفين بشكل دائري وننزل للأسفل، ثم في الجانب الآخر حتى يتقابل الجانبان. ثم نرسم الذراعين. في المرة السابقة كانت الطفلة في وضع الانتباه، ولكن هذه المرة نريد أن نرسم حركة لذراع الطفل. سنحاول رسم أحد الذراعين من الرقبة مروراً بالكتف، ملوحاً بيده بشكل خفيف، والذراع الآخر لأسفل كما رسمناه في المرة السابقة. بهذا، ألا يبدو كأنه يلوح بيده؟ نعم، سأحاول رسم الكفين. في المرة السابقة علمتكم الطريقة السهلة، صحيح؟ لكن في هذه المرة سأعلمكم رسمها بخطوة واحدة: 1، 2، 3، 4، 5. وفي هذه الناحية أيضا: 1، 2، 3، 4، 5. يمكن رسمها بشكل منحني هكذا بمقدار طول أصابع يديك. ستكونون ممتازين إذا تدربتم. وهيا نرسم الرجلين. يمكنكم اعتبار أن الرجل يتم رسمها برسم مستطيل طويل. لنرسم الطفل رافعاً أحد رجليه هكذا، وهكذا في الجانب ننزل لأسفل، ثم نرفع قليلاً بشكل دائري. في هذه الناحية أيضاً ننزل للأسفل، ثم نرفع قليلاً ليتقابل هكذا. نعم، هكذا نجحنا في رفع الرجل في هذه الناحية. وأخيراً نرسم الحذاء بشكل دائري طويل كما رسمنا في المرة السابقة. والآن سنرسم الخلفية، ولكن بشكل مختلف عن المرة السابقة، ونرسم شكل القلب. والآن باللون الأزرق نرفع لأعلى هكذا بشكل منحني، ثم ننزل هكذا. وفي هذه الناحية نرفع لأعلى بشكل منحن، ثم ننزل بشكل قلب. سنغير اللون. وسنرسم قلبا أكبر بالأخضر، وهنا قلب آخر. وهذه المرة
نرسم قلبا بالأحمر ونرسم قلبا صغيرا وآخرا كبيرا. ألا تشعرون بالدفء الناتج عن مساعدة طفل للطفلة؟ نعم، رسمنا القلوب صغيرة وكبيرة هكذا. ما رأيكم في أن نلون الآن؟ أولاً نلون الوجه باللون المشمشي. نلون الوجه هكذا، ثم الرقبة، ثم أين يجب أن نلون أيضاً؟ نعم، نلون اليد أيضاً، ولأن الطفل يلبس بنطالاً طويلاً لا يظهر الكاحل، ولذلك نلون هكذا. وأيضاً نلون الملابس. ترى بأي لون نلونها؟ هل نلونها بالأزرق؟ هذه المرة سنحدد النمط بأعلى وأسفل، ثم نلون بلون مختلف. سألون الوسط باللون الأزرق. بعد الوسط باللون الأزرق، نلون الجانب باللون الأخضر. سنلون هذا الجانب أيضاً باللون الأخضر. سنلون الذراع باللون البنفسجي والذراع الآخر أيضاً. نعم، هكذا انتهت الملابس في الأعلى، ثم نلون البنطال. هيا نلون البنطال باللون السماوي. ويمكنكم أن تلونوا باللون الذي تحبونه. نلون رجلاً ثم نلون الرجل الأخرى. ثم بأي لون تريدون تلوين الحذاء؟ سنحاول تلوينه بالأزرق الذي استخدمناه هنا. بتلوينه بالأزرق هكذا أيضاً انتهى الحذاء. أي مكان لم نلونه بعد؟ الشعر. نعم، هذه المرة هيا نختار الشعر الأسود. شعر الطفلة كان بنياً، ولكن هيا نحاول تلوين شعر الطفل بالأسود. لوننا كل شيء، والآن وأخيراً وهذه المرة أيضاً نلون الخلفية بألوان باستيل. هذه المرة أي لون تريدون؟ حسناً، دعونا نلونها باللون السماوي مع اللون الأخضر المصفر بجانبه. دلكوا باللون هكذا على الورقة، ثم دلكوا بأيديكم بنعومة على الورقة. وفي الأسفل دلكوا باللون الأخضر المصفر، ثم دلكوا أيضاً بأيديكم بنعومة.
بعد التلوين باللون الأخضر المصفر، ألا يبدو وكأنه مثل العشب؟ حقاً أشعر بدفء مشاعر الطفل أكثر. إذا كنتم تريدون الألوان أثقل، يمكنكم التدليك بها مرة أخرى. وهنا أيضاً دلك كله هكذا، وانتهى التلوين أيضاً. نعم، كيف كانت محاضرة اليوم؟ يبدو أن مشاعر الطفل الذي يساعد الطفل دافئة جداً، وأنا متأكدة أن جميعكم لديه هذه المشاعر الدافئة أيضاً. ولا تعتقدوا أن رسم الأشخاص صعب. أتمنى ألا تشعروا بالحزن إذا لم ترمس. بالتدريب سيمكنكم الرسم جيداً بشكل كافٍ. وتطلعوا للمحاضرة القادمة. إلى اللقاء جميعاً.